من جديد مرحب بكم في حال البلد في قضية النقاش اليوم. تعيين الفريق أول بكري حسن صالح نائبا أولا ورئيسا للوزراء، ثم أما بعد في مسير وتحديات خطوات الحوار الوطني، قراءة لهذه الخطوة مقارنة بخطوات أخريات منتظرات في القريب العاجل مع الضيفين الكريمين الأستاذ كمال عمر، ونحن هنا هنقدم وصف عضو آلية إنفاذ مخرجات الحوار الوطني. كمال مرحب بك. عليكم السلام ورحمة الله. مش مهندس الطيب مصطفى كذلك عضو آلية إنفاذ مخرجات الحوار الوطني، مرحب بك باش مهندس. مرحب بك، بارك الله فيك. طيب نبدأ بالتقرير الذي يطل على القضية موضع النقاش ونعود للحوار. تطورات متسارعة شهدتها الساحة السياسية خلال الساعات الماضية، إنفاذ لتوصيات ومخرجات الحوار الوطني بإعلان المكتب القيادي للمؤتمر الوطني تسمية النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح رئيسا للوزراء، مع احتفاظه بموقعه نائبا أول لرئيس الجمهورية وأدائه القسم صباح اليوم تمهيدا لإعلان تكوين حكومة التوافق الوطني. ونهار اليوم وضع رئيس الجمهورية المشير عمر البشير في المؤتمر الصحفي الذي عقدته آلية إنفاذ مخرجات الحوار الوطني النقاط فوق الحروف حيال العديد من القضايا المتصلة بالحوار وإنفاذه، على رأسها ضمان تمثيل كل المجموعات المشاركة فيه من أحزاب سياسية وحركات مسلحة في المستويات التشريعية والتنفيذية والتوصل لاتفاق يرضي الجميع ولا يجعل أي طرف مشارك يخرج غاضبا. وبالتوازي مع ذلك فإن البشير شدد على أن حزبه سيكون أكبر الأطراف المقدمة للتنازلات على المستوى التنفيذي والتشريعي، لكنه في ذات الوقت نوه لوجود معايير لتعيين شاغلي المواقع الحكومية تم الاتفاق والإجماع عليها من قبل اللجنة الخاصة المكلفة بإنفاذ مخرجات الحوار فيما يتصل باستمرار الحوار مع الممانعين والرافضين للحوار وحاملي السلاح وفيهم رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي. فإن البشير أشار لاستمرار لجنة إنفاذ مخرجات الحوار الوطني مع جميع الأطراف، كاشفا عن وجود جهود إقليمية ودولية لإلحاق المجموعات الممانعة بالحوار، وبدا واثقا من استشراف البلاد عهدا جديدا تنتهي فيه الحروب والنزاعات، مضيفا أن الحكومة القادمة ستراعي تمثيل كل أطراف السودان بشكل ينهي أي دعوات للتهميش والإقصاء. ومن الواضح أن التعديلات والتعيينات لن تقتصر على المؤسسات التشريعية والتنفيذية فقط، وإنما ستطال بعض المفوضيات والمؤسسات ذات الطابع القومي، وفقا لما أعلنه البشير خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي، وعلى رأسها المفوضية القومية للانتخابات ومجلس الأحزاب السياسية الذي انتهت دورته وتم إرجاء تكوينه بغرض التوافق حول تكوينه، حيث سيتم تكوين تلك المؤسسات من شخصيات قومية غير حزبية. لعل المشهد العام الراهن يطرح تساؤلات حول التحديات التي تجابه حكومة التوافق الوطني ومدى ارتباط تشكيلها بإلحاق الممانعين والرافضين والحركات المسلحة، أم ستكون هذه من ضمن واجباتها المستقبلية؟ ألا تحتاج عملية التوافق الوطني لاتفاق على قواعد اللعبة وآليات التداول السلمي عبر نظام انتخابي يترجم هذه المعاني؟ ويبقى السؤال الأهم بالنسبة للمواطنين وعامة الناس بالبلاد، كيف ستنعكس هذه التحولات السياسية إيجابا على حلة ملاحهم ومعاشهم؟ طيب لو بدينا بقراءة الخطوة نفسها، يعني في ظل الحديث عن معايير صارمة لاختيار الدستوريين في حكومة الوفاق الوطني، ما الذي كمال يعني تفتكر الفريق أو البكري يعني ما الذي زاد من حظوظه في هذا المنصب أكثر من الآخرين في تقديره؟ بسم الله. كيف قاعد تقرأ الخطوة نفسها؟ يعني بكري، الفريق بكري مشهود له بالنزاهة وعفة اللسان والمقبولية، وده رجل عنده مهام في إصلاح الدولة، وقام بسلسلة بتاعت مواقف سياسية
مواقف اقتصادية جاب السودان ده كله. بكري يعني الفريق بكري فريق أول يعني في حاجة فيه ده مطلوبات المرحلة الجاية. في تناغم بينه وبين الرئيس وفي الدستور. في الدستور دي أن إحنا بنعيش نظام رئاسي والنظام الرئاسي أدخلنا فيه رئيس الوزراء بصلاحيات محددة. وبالتالي أنه أنا شايف التعيين لبكري في ظل الوضع الدستوري في وضع كاريزما بكري وعقليته العسكرية السياسية ببرنامج واضح هي مخرجات الحوار. أنا شايف أن إحنا بنتلمس حياة جديدة في واقع خلق الحوار وبالتالي أنا متفائل. تمام بس مهندس يعني هل كان مفاجأة لك اختيار الفريق أول بكري؟ لم يكن لي المفاجأة لي البتة. لماذا؟ بل كنت أتوقع ذلك يعني كنت أتوقع بنسبة 90% تقريبا. لماذا؟ لاعتبارات كثيرة ترجح تعيين بكري على الآخرين. هو يتمتع بصفات كثيرة حقيقة تقدمها على الآخرين بدون أي مقارنة. منها يكفي أنه الرجل وفاقي بكل ما تحمل الكلمة على مسافة واحدة على مسافة من الجميع. 27 سنة بكري لم يقل كلمة أغضبت أحدا. هذه ميزة لا توجد في غيره. لا يعني هذه ميزة كبيرة جدا نحتاج إلى هذه الخاصية وهذه الصفة ونحن مقبلون على وفاق على حكومة وفاق وطني نحاول أن نسترضي بها الجميع ونحاول أن ندخل بها ممانعين ونحاول أن نندفع بها إلى مسار جديد. هذه صفة مهمة جدا. كذلك هناك صفات أخرى. الرجل خبرة طويلة جدا منذ أن قامت هذه الحكومة قبل أكثر من 27 سنة. الرجل هو ظل موجودا في الحكم له خبرة طويلة جدا متنوعة تقلد مناصب كثيرة. هذه تعطيه ميزة تجعله ملما بكثير من الملفات التي يحتاج إليها خلال المرحلة القادمة. كذلك الفريق أول بكري هو الرجل المسؤول من إصلاح الدولة حقيقة. يعني هذه المهمة التي تولاها جعلته يطلع على كثير جدا من الملفات. يعني استطاع يعني جعلته يطلع على كل الذي يحدث في هذه البلاد جميع الملفات اقتصادية سياسية اجتماعية وما إلى ذلك. فلذلك هو ملم ولن يبدأ من الصفر. سيبدأ من مرحلة متقدمة جدا. يعني لن يصعب عليه أن يدير الدولة خلال المرحلة المقبلة. أعتقد أن صفات كثيرة تؤهل الفريق أول بكري. كيف تنظر أستاذ كمال لموضوع الجمع بين المنصبين النائب الأول ورئيس مجلس الوزراء؟ هل تقدر تنظر لها بصورة إيجابية ولا تفتكر بتقلل برضو من فرص التفسح في المجالس؟ يعني ناس اتصلوا بينا وقالوا لنا يعني شنو أحمد وحاج أحمد. أيوة. أنا الإجابة بلخصها في الآتي. أن إحنا عندنا مخرجات حوار دستوريات قانونيات أخلاقيات إصلاح في كل مؤسسات الدولة إصلاح في الدستور عشان يربط مع الرئيس والرئيس الوزراء. رئيس الوزراء ده محاسب لدينا في البرلمان كأحزاب وفاق محاسب بالنسبة لنا في مجلس الوزراء. يعني باختصار البرنامج ما برنامج المؤتمر الوطني الحالي ده برنامج توتالي يعني مغير في شكل السياسي في شكل الدستوري في شكل القانوني. وبالتالي أنه الربطة
الدستورية ما فيها تناقض منظمة. يعني في النظام المختلط في المدرسة الديغولية كان هناك صراع ما بين الرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. أن إحنا القصة دي راعيناها باختصاصات محددة لرئيس الوزراء وبصلاحيات لرئيس الجمهورية، لأنه البرنامج ده اسمه برنامج الوفاق الوطني. راعينا الشكل الدستوري وشكل البرنامج السياسي والدستوري. الخطوة طبيعية في تقديرك، يعني خطوة طبيعية، يعني ما تعزز في تقديرك. يعني البعض كان بيفتكر أنه أنت في ظل حوار وطني ربما كنت محتاج أن تخلي هذا الموقع لغير المؤتمر الوطني. إلى أي مدى الناس المتشككين أصلا من في مسألة الحوار الوطني ممكن أن يقرأوا هذه الخطوة يعني قراءة إيجابية؟ يعني أنا لا أقول أن هذا كلام خطأ، يعني مؤكد كانت ستكون هناك، يعني ستكون الإشارة أقوى لو كان رئيس الوزراء من خارج المؤتمر الوطني، ستكون أكثر مدعاة لثقة الممانعين مثلا أن المؤتمر الوطني ليس منكشا عنها على كل شيء. أنا حقيقة مفتكر أنه كذا، يعني وحقيقة أنا في البداية كنت أتوقع أنه ممكن جدا المؤتمر الوطني يتنازل عن هذا الموقع لآخرين لحزب آخر، لكن اعتبارات معينة ليس في المؤتمر الوطني، إنما اعتبارات رآها الرئيس أنها يمكن جدا أن تهدم قضية الحوار والانتقال السلس للمرحلة القادمة، رأى أن ذلك يمكن أن يخدمه الفريق بكري. على كل حال هن مضوا إلى ذلك، مضوا إلى اختيار عضو من المؤتمر الوطني، وأظن أن خير من يحجز هذا المكان، يحتل هذا الموقع، يشغل هذا الموقع هو الفريق بكري حان صالح، بالرغم من أنه إذا كانوا قد أخلوا هذا الموقع إلى شخصية أخرى سيكون هذا الكلام مؤكد، يعني حيكون عنده إيجابيات مع الكلام. طيب البعض برضو قراها في الاتجاه بتاع العسكرة، أنه المنصب الآن في يد الرجل العسكري، وده برضو بيخوف الذين ينظرون للأمر من بعيد. كيف قاعد تقرأ برضو خطوة؟ يعني التخوف بيبقى، يعني بيبقى مشروع. يعني لو كان التعديل ده تم من غير الحوار، يعني في الحوار كلمة بكري، كلمة الفريق بكري كلمة كانت مفعمة بالالتزام بمخرجات الحوار. بالتالي المعادلة العسكرية يعني شكلا، لكن مضمونا دي معادلة مدنية دستورية سياسية، كل أشكال وحيثيات التحول مطروحة. لكن أنا ما بتفق مع الناس اللي بيقولوا دي عسكرة الوظائف، عسكرة الحوار، دي عسكرة ببرنامج، ما عسكرة بانقلاب. خلافة الرئيس، البعض يعتبر برضو الخطوة دي جاي مع إعلان الرئيس بأنه بعد 2020 هو حيغادر السلطة، أنه الآن هذه الخطوة أيضا تمثل زي تعبيرك انتقال السلس، أنه الفريق أو البكري هو خليفة الرئيس. وعلى كل حال إذا كنت مكان الرئيس وعلاقتي بهذه القوة مع الرجل مثل بكري امتدت يعني من قبل الإنقاذ، شيء طبيعي جدا أن أفكر في إذا فكرت في الانتقال سأفكر في بكري، يعني لأنه لا أثق في أحد أكثر منه، هو الأقرب إليه يعني منذ المطافي، مش كذا أفضل، مش المطافي، اسمه جنوي المظلات، معلش معلش المطافي، معلش يعني زلت لسان كبو الجواد، منذ المظلات يعني كان رفيق دربه، وظلت هذه العلاقة لم تتعثر في يوم من الأيام، ولذلك شيء طبيعي جدا أن يختار أكثر من يثق فيهم حتى يكون الانتقال سلسا. يعني وبالإضافة إلى أن البعد العسكري موجود، يعني ما في كلام، يعني أنه بكري عسكري مؤكد، هذه البيئة كذلك من الناس العسكريون مؤكد حيكونوا مبسوطين جدا. أنا مثلا تحدثت إلى بعضهم يعني خلال اليوم
عدد قليل حقيقة ليس كثيرا. مؤكد مبسوطين جدا يعني أنه الرجل الذي جاء في هذا المنصب هو عسكري وفي الغالب سيقدم ليكون البديل مستقبلا. هذا مؤكد مؤكد يفرح العسكريين ما في كلام يعني. عشان بيفرحكم يعني برضو بيفرح العسكري يعني أنا ما بهضم حق الحزب المؤتمر الوطني عنده مؤسسات والخيار يا شيخ الطيب خيار المؤتمر الوطني. والله على كل حال نعم هو خيار المؤتمر الوطني لكن مؤكد الذي رشحه للمؤتمر الوطني هو الرئيس. وبعدين مناسبة بكري فيه عنده بعد آخر يا أخوان. نعم. بكري دخل شغل منصبا كبيرا في الحركة الإسلامية يعني التي مش كده يعني الآن هو يعني يشغل منصبا كبيرا في الحركة الإسلامية. فلذلك هو يعني جمع جميع البيت العسكرية به هنا والحركة الإسلامية به هنا والخبرة الطويلة والعلاقة الخاصة جدا برئيس الجمهورية. كل هذه صفات تجارب المؤتمر الوطني صحيح لكن الذي قدمه للمؤتمر الوطني هو رئيس الجمهورية. وما أظن المؤتمر الوطني كان من الممكن أن يرفض يعني رجل زي بكري. وكان في المفاصلة عفيف اللسان سعى سعى لجمع الناس عنده مواقف موقع في المذكرة بعد سال الله يعني وقع في المذكرة بعد العشرة المذكرة ده عنده بعد سال وقع في المذكرة ما وقع في المذكرة. أنا هذه لا أريد أن أتجاوزها لكن على كل حال علاقة بكري بالرئيس لا تعديلها علاقة أخرى يعني إلا فريق عبد الرحيم يعني هو عبد الرحيم الاثنين يتنافسان في القرب من الرئيس من حيث حبه اليوم الاثنين يعني لكن ثقته في قدرات بكري طبعا ما في كلام يعني ربما تكون خطوة الناس ما بينظروا رغم أنك إشارتك للحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني ما بينظروا له بالنظر بتاعت الأدلجة الشديدة ما محسوب وإلى أي مدى ممكن تكون برضو واحدة من الأشياء الإيجابية في تقريب المبتعدين من مسألة الحوار كمال. والله يعني بكري فريق بكري ونحن في أحزاب الحوار راجعنا مهمة كبيرة حتى يتوج الحوار ده يعني بوفاق يشمل كل القوى السياسية اليسار والحركات المسلحة. يعني تجربة الحركة الإسلامية في الحكم أنا ما شايفها فيها أدلجة تهزم حقوق الناس الآخرين. الحركة الإسلامية في تجربتها مفتوحة فيها قدر من الوعي يفوق كل التيارات السياسية في المنطقة العربية والإفريقية وفي السودان. ويعني أنا برا في الحوار المطروح ده بالمخريات دي يعني هي عملية سياسية غير مسبوقة يا شيخ الطيب في تاريخنا السياسي. حتى خطاب الرئيس وخطاب بكري فيها كلام مباشر عن الغير الممانعين والممتنعين وحتى آخر اجتماع بتاعة آلية انفياز الحوار الكلام عن الممانعين والممتنعين الإمام والحركات المسلحة نداء السودان قوى الإجماع. يعني سيظل تجربة الحركة الإسلامية فريدة في قبول الآخر ولذلك أنا مطمئن المرحلة الجاية ستشهد إقبال من الممانعين. المجتمع الدولي الآن بات مقتنعا التجربة دي بحوارها بمدها بقبولها. الآن المجتمع الدولي يتعامل معها وأمريكا رفعت الحظر الجزئي. طيب الناس اللي بيشوفوا يعني شكلتكم في الأخير بموضوع التعديلات الدستورية كواريك الشعب يعني كثير جدا في موضوع بدرية شيلت وبدرية الموضوع يعني يعني الآن يقولوا أنه في السياق ده برضو اسمه مهندس الطيب يعني كيف بتنظر برضو لموضوع التعديلات الدستورية برضو التخوف الشديد بأنه ما تم الاتفاق عليه كان بيقولوا المؤتمر الشعب يعني مع هذا الموقف الذي يقوله كمال الآن يعني خلاص نقدر نقول أنه سحابة في اطمئنان. والله أنا على كل حال أنا حضرت الجلسة التي صرح بعدها الأخ كمال يعني
يعني تصريحات ضد بدرية، لكن أنا كنت ما كنت أشعر يعني حتى عندما جاءت الصحف اليوم التالي ويعني أظهرت الأمر كأنه خلاف كبير، أنا كنت حاضرا تلك الجلسة في البرلمان، لم أشعر بأن هناك خلافا كبيرا، لم يكن هناك خلاف كبير حقيقة، كان الخلاف بسيط جدا ومعظمه في قضايا ثانوية، يعني قضية الألفاظ التي استخدمها دكتور الترابي رحمه الله، يعني هو طبعا رجل دستوري عالمي ما في كلام، هل تستخدم نفس الكلمات أو تستخدم كلمات أخرى وما إلى ذلك، وناس خرجوا بتوافق تام، حتى الأخ كمال ذاته يعني كان راضيا عندما خرج في نهاية الأمر بالرغم أنه انسحب لدقائق معدودة. أنا لا أظن أن هناك مشكلة كبيرة. قضية زواج التراضي هذه التي ثار الجدل حولها بعد أن خرجنا من الاجتماع، بعد أن خرجنا من البرلمان ثار الجدل حولها، أنا أظن أنه كذلك في سوء فهم يبدو لي ذلك، لأنه حتى المؤتمر الشعبي لم يقل بأن الزواج بدون ولي، أنه بدون ولي، الولي يكون موجودا، يعني أن يكون موافقا، يعني ما حد دقيقة فتاة الفيديو التي ظهرت هذه أنه كده ما ممكن الكلام، ليس فحمل الأمر أكثر مما يحتمل في رأيي، أنه حمل أكثر مما يحتمل. لماذا؟ لأنهم لم يفهموا أن المؤتمر، أن المؤتمر الشعبي كان يرغب في أن تزوج نفسها بدون رضا والديها، لا، المؤتمر الشعبي كان يريد أن يتيح هذا كخيار، لكن لا بد من أن يوافق أهلها ولأمرها، لأنه هي ما مقطوعة من شدرة، البنت ما مقطوعة من شدرة، وفي النهاية إذا كان طلقها يعني هترجع وين؟ هتمشي ما هتمشي لأهلها، يعني إذا زوجت نفسها في النهاية وطلقت ما حد هتكون مشكلة كبيرة، أين إلى من تلجأ؟ يعني بعض اعتبر برضو إنه دي معركة في غير مطرح، لكن كنا نسمع نصراء المؤتمر الشعبي يعني، وكان قال هو صاحب الكلام. جزاه الله خير شيخ طيبة بمشاعره الطيبة، لكن نحن من باب حرصنا على مخرجات الحوار، على التعديلات الدستورية، نحن شفنا يعني محاولة من اللجنة الطارئة لسماع رأي في مخرجات الحوار، وده اتفاق سياسي، حتى شيخ الطيب ده موقع عليه، المؤتمر الوطني موقع عليه، والصياغة في شكل الدستوري خرجت من القصر ومن المستشار القانوني للقصر، وتحولت إلى اللجنة الطارئة في محاولة يا شيخ الطاهر شيطنت بعض النصوص في التعديلات الدستورية. أن إحنا اعتبرنا الميثاق العهد في محاولة، يعني أنا شاهدتها، أنا صورتي دي طيب، لأنه في توصيات لجنة الحريات المطعوم فيها كانت بدرية محتفظة بها مع الورق، وأحضرت مجموعة من الناس لجنة الحريات عشان تقول الورقة دي ورقة الشعبي كويس، والورقة اللي في يدها التوصيات دي مخرجات، ودي توصيات المخرجات يعني عندها حجة قوية لأنه مجازة من المؤتمر. القصة دي أنا شعرت بأنه في مؤامرة للطعن في المخرجات، وبالتالي أنه الثورة دي كانت بحيثيات. أنا أرجع وأقول أن إحنا حضرنا الحوار، وشيخنا رحمة الله عليه وقال لنا ما دعينوا وراكم، وتسامحنا مع أخواننا في المؤتمر الوطني، وعملنا شغل مع كل المجموعات، شغل راقي في مخرجات الحوار من باب الحرص على مخرجات الحوار وعلى الحوار وعن قدسية قرار المؤتمر العام والخطوة اللي هي يعني مقبلة، السودان مقبل على خطوات رئيسية في الحوار. أن إحنا قلنا الكلمة دي، ونحن سكتنا لأنه في تطمينات قدمت لنا، لكن نحن مصرين مخرجات الحوار دي يجب أن تنفذ بعزافيرة بالبصمة ولا شغلة. لا طبعا
هو يعني صحيح أنه هنا، لكن حتى الذين وقفوا مع الأخ كمال حول في بداية يعني زي مثلا تيادي النيام أنه كلها بحذافيرها يعني اقتنعوا بأنه مثلا لا بأس من أن تغير في الكلمات أن تحافظ على وأن تحافظ على المعاني. يعني مثلا الطلاقة، كلمة الطلاقة لا توجد في القانون في القوانين مستخدمة كلمة الحرية، حتى تعدد كل القوانين لغة لكي عالية تتسق الطلاقة دي لكي كل القوانين عالية. عشان الدستور إذا أردت أن تترجم إلى اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية، إذا أردت أن تترجم كلمة الطلاقة ستترجمها في فريدم اللي هي الحرية، يعني لا يوجد مقابل لها باللغة الإنجليزية فلذلك شيخ حسن نعم حتى شيخ حسن لم يجد شيئا. لماذا؟ لأن أهل الإنجليزية لن يجدوا شيئا. أنا أظن أنه الناس خرجوا بتوافق تام أن الكلمات ينبغي أن تتوافق مع القوانين بما لا يخل بالمعاني. خرج الناس بس يعني الشعب زي شارينا ضي وصية كده من الشيخ كده يعني ماسكين فيها كده تقديس يعني واحترام للرجل، لكن والله هذا الرجل شيخك، هو رجل شيخنا جميعا وشيخنا قبال ما يكون شيخ كمان ده يعني قبال ما شيخنا لكن في نهاية الأمر لكن في نهاية الأمر يعني لا يصح إلا صحيح يعني أنه شنو تغيير الكلمات؟ لماذا تقديس الكلمات؟ المعاني هي المهمة وليس الكلمات. أنت متفق معي عن مخرجات الحوار ده ملزمة لنا بالمعاني؟ نعم بمعانيها. طيب خلونا نتكلم في الموضوع بتاع الأمن. طيب ما برضو واحد من القضايا الجدلية الآن، هل موضوع زواج المرأة فهم أنه أنا برضو يعني كمال أنه فهم بأنه أو طرح بأنه هو بدون ولي، لكن افتكر انه مقصود بها الاصاله، يعني انه ممكن تزوج نفسها باصاله حتى في لا مانع مع انه تزوج نفسها بالولي وان تزوج نفسها اصاله. نعم انا افتكر ده اذا كلام القاصد بك الطيب المعنيين موجودين، بمعنى انه ممكن تزوج نفسها وهذا لا يعني غيابا. نعم وممكن غياب وجود الولي كذلك بالوكاله بالاصاله بالوكاله مباشره او بالوكاله. نعم ده المقصود. لكن بعدين يا طاهر، عادة النصوص الدستورية بتحمل مبادئ تفصيلة بيجي بالقوانين، يعني ما معقول ما معقول النص الدستوري. أنا يعني أفتكر الموضوع ده ما نحن عملنا فيه مناظرة. أنا أفتكر الحالة المهمة الآن موضوع الأمن. شنو الرؤية الآن؟ لأنه في اعتراضات وطلعت قيادات في أجهزة الأمن الآن قالت بأنه ده إضعاف للجهاز، وفي ناس كتار جدا منهم مثل هذا الرأي، أنه هذه الخطوة أنك تجعل الجهاز الأمني فقط لجمع المعلومات أنت بتضعي في الجهاز وترتكب كأنما في الذاكرة برضو الخطوة الجاد بعد الانتفاضة بحل جهاز الأمن. نعم. تكون هذه جزء من تلك، يعني كيف بتقرأ برضو؟ يعني الجهاز تم النص في المادة 151 في التعديلات الدستورية على صلاحية جهاز الأمن، والحتة اللي اعترضوا عليهم تكون خدمة الأمن الوطني خدمة مهنية ترتكز في مهامها على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات المعنية. الشيطنة جات يعني أخواننا في الجهاز فهم أن سلطاتكم كلها بتصادر يعني أنتوا تظلوا جهة يعني إشرافية. نحن في نص المادة 29 ما بنخلي الطاهر الأمن يعتقل بمزاجه ويعتقل بفهمه وزول يقعد في الحراسة في الاعتقال سنة وسنتين وثلاث سنين. نحن ضبطناها في المادة 29، قبضت زول تمشي بيه للبوليس تفتح بلاغ بإشراف النيابة بإشراف القضاء الدستوري، لكن تقبض زول ويظل في معتقلك ثلاث شهور وأربع شهور وخمس شهور بعدين تحولوا للنيابة. احنا قلنا في التعديلات الدستورية خلاص الاهديدة انتهى. طيب
كيف موضوع الجهاز؟ موضوع الجهاز هو حقيقة الـ يعني الناس يعلمون تماما أنه صحيح أنه البلاد تعاني من حروب ويعني في مشكلة في أمنية، لذلك الذين يقولون بأنه سلطات الجهاز ينبغي أن توسع قليلا يعني عندهم مبررات مؤكدة، لكن أظن أنه طالما أننا مقبلون على مرحلة انتقالية وأنه مقبلون على سلام وإن شاء الله ستنتهي هذه الحروب وس يعني يجنح المحاربون إلى السلم وتنتهي هذه الحالة التي جعلت جهاز الأمن يطلب سلطات أخرى مثل الاعتقال وسلطات تنفيذية تقوم بها الشرطة، هذه إن شاء الله تزول. لذلك أظن أنه سلطات الأمن ينبغي أن تعود إلى ما تعمل به الدول الديمقراطية في نهاية الأمر، متى؟ عندما فعلا يحل السلام وتنتهي هذه الحالة الاستثنائية التي جعلت الجهاز الأمن يطالب بهذه السلطات الاستثنائية. هذا هو الأمر، وأنا أظن أنه لحد سنة 2020 إن شاء الله يجنح الناس للسلم جميعا وتنتهينا ويعود الجهاز إلى ما ينبغي أن إلى 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 سلطاته التي تعمل بها الدول الديمقراطية، اللي هو أنه يجمع المعلومات ويقدمها. طيب مصير التعديل الآن إذا ما حاجة يعني ليس بالضرورة أن يكون الآن، نحن لحد سنة 2020 عندنا لحد سنة 2020، أنا أفتكر نحن ماشيين خطوة خطوة. يمكن جدا أن يؤجل هذا الأمر استرضاء للذين يقدمون هذه الحجة، حجة أنه يا أخواننا لا يزال يؤجل استرضاء النص التعديل الدستوري تتعدل الدستور وفق النص في القانون نراعي الظرف اللي عكسه شيخ الطيب، لكن النص ده نص واجب النفس. يعني يمكن جدا أن يؤجل في القانون هذا الأمر إلى أن تنصلح الأمور، لكن الأصل كده الناس بيفتكروا لا أنت مهمة الجهاز كده أضعفتها في أصالة، يعني إنه الجهاز مهمة ليس أصالة. لا. في الدول الديمقراطية لا يوجد مثل هذا الكلام، هذا الأمن يعتقل ويعمل وكذا، هذا ليس من سلطته في 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 الأحوال الديمقراطية، لكن عندما يعني صحيح يا أخوانا عندما حدثت الضربة في فرنسا أذكر تماما أن وزير العدل قال بأنه الأمن يعلو على الحرية، قال هذا الكلام، صرح هذا التصريح يعني عندما ضربوا ناس داعش باريس وقال هذا الكلام. فأنا القوانين تعدل وفقا للظروف التي تعيشها البلاد، نحن حقيقة لن نفرض حقيقة في أمننا، الأمن مقدم على كل شيء، يعني نحن نرى الذي يحدث في 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 جنوب السودان الآن والذي يحدث في سوريا وفي العراق وفي كل هذه الدول، لا يمكن أن نضحي بالأمن، الأمن يعلو على اعتبارات كثيرة جدا، فتتغير القوانين وتتغير اللوائح ويتغير كل شيء بحسب. إذا كانت أوروبا تغير قوانينها الراسخة في الديمقراطية منذ مئات السنين عندما تدعي الحالة الأمنية تغييرا، فلماذا لا نفعل ذلك؟ أنا أظن أنه ينبغي أن نعود إلى الحالة التي تعمل بها الدول الديمقراطية متى ما 2020. طيب الكلام عن المحاصصة الآن الكلام، لكن الحريات دي سبب للسلام، سبب للأمن، بدون حريات يعني الأمن بيبقى ديكتاتورية. ولذلك أن إحنا النصوص دي لابد من تضمينها للدستور، النصوص دي نصوص متفق عليها. يعني أنا الزوبعة الأسيرة دي من أخوانا في الجهاز، أنا يعني برا يعني زوبعة من غير مقتضى، دي نصوص دستورية شارك الحزب المؤتمر الوطني شارك فيها، ودي عشان تدعم يعني للتحول الديمقراطي، للتحول من برنامج الشمولية والقبضة الأمنية إلى برنامج السلام والإوئام. طيب نحن هنناقش موضوع الموضوع الثاني حتى صغيرون دي وأن حقيقة يعني الحريات دي برضو يعني حقه فعلا، يعني هذا الأمر لا علاقة له بالسلطات الاستثنائية التي يعني يعمل بها الجهاز،
يعني هذه يمكن جدا أن تعدل إلى حين تغيير الأوضاع، بما يعني عندما يتغير الظروف في السودان ويتغير الأحوال وينتهي الحرب، خلاص ممكن جدا نعدل هذا النص في القوانين يعني. لكن قضايا الحريات، يعني حريات الصحفية، يعني ما هو الضرر في أن هناك مثلا المادة 29، لماذا لا يعمل بها؟ مثلا لماذا يعتقل الشخص مثلا لمدة 5 شهور و 6 شهور يعني اعتقاد تحفظي؟ هذه الدهانية ينبغي أن يعدل الجرائد. لماذا يعني توقف الجرائد؟ أنا ينبغي أنه حق الناس يحتملوا الرأي الآخر. لماذا؟ والتغيير. لأنه يا أخواننا كم عدد الذين يقرؤون الآن الصحف في السودان كلهم بالتمعين، وكم عدد الذين يقرؤون الواتساب والتواصل؟ إخواننا الآن الفضاء المفتوح هذا أكبر بكثير مما ينشر الصحف. إذا كنت لا تستطيع أن تتحكم في الإعلام الإلكتروني اللي هو مئات الأضعاف ما ينشر في هذه الصحف، فكيف يعني تغلق الصحف فقط وتضيق على هنا؟ ما هو الناس الآن الجدل ده داير بين اللي بيفتكروا أن والله هل الحوار ده حقيقي ماشي نحو إقرار واقع جديد عهد جديد، ولا هو بيحاول يعني يجمل الواقع الموجود، يعمل شوية تعديلات هنا وشوية تعديلات هناك، لكن يحافظ على نفس الجسم. من هذه الأشياء التي يختبر فيها قضية الحوار مثل الحوار هذه التعديلات يا طاهر، الحوار ده تغيير شامل. خلاص دي واحدة من الحاجات فيها. طيب خلينا نشوف التغيير الشامل. الكلام عن إنه أي زول شارك فيه، كم حزب شارك في الحوار؟ 90 حزب؟ أكتر من 90 حزب. الكلام اللي على إنه الناس كلهم لازم يكونوا مشاركين بشكل أو بآخر. هالوضع ده بيرجعنا لقصة المحاصصة الحزبية، الناس كلهم حيكونوا موجودين، لازم الكيكة دي يخشوا فيها، وبالتالي تحول السلطة إلى مغانم. يا طاهر، التجربة الحالية دي كلها طرديات، القصر ده مشحون بالطرديات. لا ما خلاص، أنت خليك الواقع، أنت ما جاي تعدل الواقع أنت ما جاي تعدل الواقع ولا جاي تستجيب الواقع ده لابد من تعديله. كويس، المواصفات والمعايير والكفاءة والقدرة دي شرط، ولا يعني ما بالضرورة دي من المعايير المشاركة. كده خلينا واحد المبدأ بتاعه والله أي زول شارك في الحوار ده لازم يلقى حاجة إن شاء الله نائب في مجلس تشريعي. يعني الضرر شنو؟ يعني كل الأحزاب، أحزاب الحوار ده والحركات المسلحة فيهم زول بنلقى له حاجة في الشرك، في جنوب كردفان، في دارفور، هذه الشكلة. لا لا، ليتوا ودونا أنا في الشرق وتقعدوا في الخط. لا لا، ما على حسب بداية الخلاف يعني. على حسب قوتك يا من وين حدد معايير قوتي؟ المعايير الشعبي ده أقدر أقول إنه المؤتمر الشعبي ده قوته شنو؟ ما أحد يجي يقول لك المؤتمر الشعبي ده قوته صوتية. أنا ما بتكلم. أقدر أقول لا الحزب بتاع ناس يعني نماذج، يعني نماذج بس أنا بحب أضرب نماذج يعني. كل يوم قد ما تكون صحيحة يعني. بيعمل مؤتمرات في كل أرجاء السودان، لكن يعني الأحزاب المشاركة والحركات دي يعني عارف قدر، بتعرف قدر نفسها. بعضها يعني متشقق وبعضها عنده حزب مقسم ثلاثة، هو ذاته الحزب المنقسم من الحزب، وزعته منقسم من حزب. عندك الحزب بتاع ناس دكتور أحمد بلال، الحزب الرئيس مشارك، وده حزب منقسم، والآن هو ذاته انقسم تاني لحزب جديد. فيعني طيب كده خش في القصة دي الأباثية يعني المشهد. أنا عاوز أكون واقع جدا. يعني والله مخطئ ويتكلم عن حاجة ما موجودة الذي يقول لك بأنه ما في صراع في السلطة. أنا في صراع في السلطة والثروة، ما في كلام يعني. وأنه هذه الأحزاب المياه بتبحث عن سلطة كلهم الآن، والذين دخلوا الحوار كلهم يفكروا في السلطة. ما في يعني هذا واقع. وبالمناسبة لما جلسنا نحن اللجنة الفنية التي ترفع التوصيات للجنة العليا لإنفاذ مخرجات الحوار، قسمت المسألة دي على أساس أنه إرضاء الجميع كتل، وهذا مبدأ مش كتل، إرضاء جميع من شارك في الحوار، حتى الأحزاب المخطرة اللي هي أنه أخطرت وسجل الأحزاب
قبل اسبوع مثلا اخطرت مسجد الارهاب بان دخلت كذا كذا ودخلت الوثيقه الوطنيه هذه تتعطى شيئا من الكيكه. هذا واقع تعاملنا معه. شوف تعبير الكيكه ذاته تعبير مستفز. مستفز كيف يعني؟ نعم هي حقيقه مستفز. هي حقيقه هي كيكه السلطه. هي كيكه السلطه والله انا لا ولا اكذب دي حقيقه انه هؤلاء كلهم دايرين السلطه. بما فيها انت؟ ها؟ بما فيها انت؟ شنو هؤلاء؟ نحن ما هو في حاجه. انا اقول لك ليه ما يكون نحن؟ نحن فيهم ليه؟ طالما دخلنا نحن الحوار تلقائيا سيطبق علينا ما ينطبق على الاخرين. نحن دخلنا الحوار ليس من اجل السلطه صدقني. دخلنا من ما وجدوا قال كذا يا باشمهندس لكن لهم تنفيذ العمل ما كذا الشعب دين قالوا نحن ذاته داخلين كله نحن لا نقر المبدا والهنايه بس داخلين. الذي اقصده انه نحن عندما خرجنا من الحوار لماذا خرجنا من الحوار يا كمال؟ تذكر انه عندما خرجنا منكم من الحوار خرجنا من الحوار لماذا؟ لانه شعرنا بانه هناك مخالفات. عندما خرجنا الحوار كنا نعلم أن هذا سيؤدي إلى إبعادنا تماما. رجعنا لما شعرنا بمبدأ واحد يا أخواننا ما لا يدرك كله. هذا قلناه في كل مكان ما لا يدرك كله لا يدرك جميع. وأنه ننتقل ببلادنا هذه ننتقل ببلادنا. والله أنا هذا ما أراه أنه يا أخ طاهر الصورة بتاعتكم ما حتكون كويسة. يا أخ طاهر أقول لك حاجة بالمناسبة عندما دخلنا الحوار بناء على هذا المبدأ أنه هذه البلاد مأزومة. طيب ما مأزومة ما معنى كل كرسي في وزارة ولا كرسي في مجلس تشريعي انتوا كده بتزيدوا ازمتها لانها حتشيل قروشه بدل تمشي للمواطن حتمشي للوزراء والمسؤولين. طيب الواقع لا الواقع انتوا جايين تحلوا الواقع ولا جايين تأزموه؟ طيب. سيخرجون الذين دخلوا الحوار صدقني الذين دخلوا الحوار على اساس انه هناك الان هم يبحثون كلهم يعني يتوقع شيئا من السلطه واذا لم يناج لن يرضوا. كل الذي حاولنا ان نعمله أن حاولت يعني اللجنة العليا لإسناد والذي تحدث عنه رئيس الجمهورية أن نحاول أن نرضي جميع هذه المادة 8 في مخرجات الحوار أن كل الذين يا معيار كذا عليك الله حترضي الجميع. أنا سأقدر أقول أنه ثقة للمؤتمر الشعبي شنو ثقة لمنبر السلام شنو ثقة للحزب الاتحادي بتاع ناس أحمد بلال ده اسمه شنو ولا أصله ولا الفرع ده يعني شنو يعني حقدر أرد مشكلة الأحزاب المخترة قلت لك ستجد حظها من السلطة. طيب. بعدين كيف يعني دي كم ثلاثة وزراء وده أدي وزيرين وده أدي في المجلس التشريع العدالة يعني المطلقة ما موجودة طاهر. لا ما نقول العدالة المطلقة ما نتكلم عن أنه يعني المعايير نفسها حتى لا تتحول المشاركة في حكومة الوفاق الوطني الى صراع وخلافات وبكرة بعد بكرة نحن منسحبين ونحن قاعدين ونحن دايرين ونحن ما دايرين. يا طاهر دي ما مشكلة الحوار مشكلة الواقع السياسي كله الذي جاء الحوار الوطني ليعدل هذا الواقع السياسي. نحن كنا يعني بنفترض يعني يحصل إصلاح سياسي قبل الحوار لكن أزمة البلد جابت ناس حريصين على الحل تقول لهم أمشوا. أنا الحل يا طاهر الحل في ضبط المشاركة. كيف الرئيس عنده الرئيس فوت كويس وعنده معايير معايير كويس. المعايير دي ما بالضرورة كل يشرك الكم الهائل حتى المخترة كويس ما بالضرورة. احنا كيف بنقول قال حيشرك ايضا يا مولانا احنا بنقول الغلبه للبرنامج الحوار. وبالتالي انه يعني انا بشوف كل الاحزاب دي يعني لازم تتواسق انه يتقدم الحزب يعني الكف اللي عنده وزن وبعدك لا الموضوع ده الان معايير الحاصل يا اخواننا نحن الان امام واقع بائس. خلينا نتكلم الحقيقه. امريكا 315 مليون نسمه فيها حزبين كبيرين بريطانيا نحن عشر سكان امريكا عندنا 100 حزب وحركه. طيب نحن في وضع استثنائي مرحله انتقاليه الذي سيحدد الأوزان الانتخابية والانتخابات. في تلك اللحظة عندما تقوم الانتخابات 2020 ما ندري عن نحن مستقبل الحكومة دي الحكومة اللي يرأس الفريق هو البكري بتاعت الآن التشكيل ذاته هذه الحكومة الآن في صعوبة
شديدة جدا. طيب في هذه المعايير والرئيس أقر بالموضوع ده اللي قال إنه صعوبة تشكيل هذه الحكومة. ستتلاشى في 2020 2021. نعم حتى 20 حتى الحكومة بالذات لن تشرك طبعا هي كلها كم يعني كم عدد المقاعد. استرضاء الأحزاب والحركات جميعا حتى المخطرة هذا تقرر أن يكون في البرلمان والمجالس التشريعية. أما في الحكومة لا يمكن طبعا أن تعمل لك 100 وزير لا يمكن. هذا ما تقرر الحكومة بعدين الحكومة رئيس الجمهورية فقط هو الذي يحدد. طيب بعدين في حاجة تانية أي حزب خاض الانتخابات الماضية وعنده تمثيل ولو بعضو واحد يعني القاعدة أنه لا يشارك في المجالس التشريعية يعني في أحزاب ناس أحمد بلال وأحزاب الأمة بفروعة وأبو قردة والسيسي ديل خارج المعادلة بتاعت المشاركة في البرلمان ده اتفاق تم ولذلك ده بيقلص العدد. طيب كيف ختاما احنا زمان انتهى كيف بتقروا يعني قدرة هذه الحكومة الجديدة في ظل هذا الواقع الجديد على أنها يعني تنجح في إنفاذ المهام الموكلة على عاتقه باشمهندس؟ والله يا أخي أنا يعني بواقعية شديدة. نعم أنا الآن أشعر بأنه صحيح يعني ظلنا حتى في آخر اجتماع قبل يومين قلنا هذا الكلام ينبغي أن يبذل مجهود في سبيل لماذا؟ لأن من أهداف الحوار وقف الحرب وتحقيق السلام. حوار لا يؤدي إلى وقف الحرب وتحقيق السلام سيكون حوارا منقوصا. هذا ينبغي يعني أن يتحقق. ينبغي هذا يعني ينبغي أن يبذل مجهود كبير جدا. خاطر في بالك إنه الجماعة ذاته من يجوا مفروض ذاته يدوم طبعاً حاجة في الكيكة. نعم يعني نعم. الكيكة اللي هي مقسمة على 90 مفروض تاني تتقسم على 110 مثلا لو جو 10 تاني حزاب. عندما سئل الرئيس هذا الكلام في آخر اجتماع معليش يعني أقول هذا الكلام قال بأنه عندما جاء السيسي وجدنا له فجة يعني بنفس الصورة يعني هؤلاء الباب سيكون مفتوحا والقطار سيكون متحركا وأي إنسان بدون تذكرة هذا ما قاله الرئيس سيكون على حساب قضايا الشعب السوداني لأنه حتتحول العمل السياسي من مجرد خدمة يعني من كونه خدمة لصالح الشعب إلى نوع من التشريف والمحاصصة وده حيضعف المهمة الرئيسية الموكولة على يا أخي ده وضع استثنائي الطاهر. الوضع الاستثنائي نصبر عليه أفضل من أن نتحول إلى جنوب السودان أو نتحول إلى سوريا. بدي طوال وما لقينا حتى في الحكومة نمشي جنوب السودان. نعم. كان مؤتمر وطني حتنازل قدر كيف؟ عشان يفسح للآخرين. مش عارفين عندكم أي معلومات لنا عن حجم المشاركة هيكون كيف؟ والله ما عارفين لكن في شعار كبير هم بيقولوا فيه والرئيس قالوا اليوم مؤتمر وطني على استعداد تقديم تنازلات كبيرة. ده واحد. اثنين يا بتقلل من اغلبيته. نعم يعني اتمنى بتقلل باقي لكم كده يعني هتقلل يعني ما كثير انا ما مؤتمر وطني ما لا يعني ما بيصح انه يتخلى عن اغلبيته الميكانيكيه دي ما اظن بهذا الكرم. بعدين يا طيب الطاهر في حاجه ثانيه يعني وقف الحرب فاتوره الحرب دي حاجه ما سهلة كويس بحقيف كيف هسه بالموضوع يعني ما إلا بالمحاصصة دي ما الجماعة دي لسه دارين يمشي تاني يفاوضوهم على هذه يفاوضوهم يا طاهر يفاوضوهم واشتركوا معنا في الكيكة دي كويس وقفوا الحرب كويس بعد 90 فضل يوقفوا الحرب كويس ننتقل إلى برنامج ودستور جديد وانتخابات جديدة. بيبقى الكلام ده الآن بالحكم المعطيات يعني أنا متفائل بيبقى من حيث حيثيات الحوار ده والتوصيات والمخرجات لو صدق المؤتمر الوطني معانا البلد دي بتمرق من أزمتها. أنا قاعد أقول أنه الحوار ده لو صدقوا فيه الرئيس ده حيبقى نموذج لا يقل عن مانديلا باعتباره أنه الأوضاع دي ساقة لاستقرار لدستور جديد
لديمقراطية لحريات. وأنا يعني متفائل. شكرا. متفائل. نعم متفائل. لماذا؟ لأنه الآن نحن ماشيين خطوة خطوة في إنفاذ هذه المخرجات. اليوم انتقلنا إلى مرحلة متقدمة وماشيين نرجو أن نستصحب إحضار هؤلاء الممانعين. عندما يحضر هؤلاء الممانعون وتتوقف الحرب على شروط على نفس الوثيقة التي لن يقبل فيها تعديل إضافي، ولا الوثيقة نفسها مفتوحة لأي تعديل؟ التفاوض مفتوح على كل حال. التفاوض خليه الوثيقة. الوثيقة نفسها مفتوح. يعني وثيقة ملزمة ما بتقبل الشخبته. لا لا, لا, لا. المخرجات المخرجات دي نحن كلمناهم قلنا له كل الحركات المسلحة بما فيها الإمام أدونا رأيكم في المخرجات. ما في حد قال. وأنا يا طاهر أنا يعني القرار الآن أنا كنت من ضمن تحالف قول الإجماع الوطني أفضل وثيقة إذا عملت في التاريخ السياسي ده هذه الوثيقة. أنا ما بفتكر في أصلا مشكلة. الأهداف هي المهمة. ما في مشكلة تحول دون تحقيق الأهداف. أنا أظن أنه كل ما يمكن أن يفضي لتحقيق الأهداف اللي هو أن يكون الحوار شاملا وأن يأتي هؤلاء وتتوقف الحرب. أنا أفتكر الرؤوس في الخارج أو الناس المنتظرين أنهم ديل ما حيقبلوا ليك يجوك ب وثيقة على الأقل يعني حتى لحفظ مع الوجه كثيرة. حتى لحفظ مع الوجه الضغوط عليهم لحفظ الا كان الضغوط الضغوط الدوليه يعني الترويكا مثلا السيد الرئيس كان عن جهود اقليميه ودوليه. نعم هاي نلتقي بهم جهود اقليميه ودوليه لكن يعني انه يستقبلوا هذه الوثيقه كما هي. نلتقي بهم لمعرفه رايهم. ان احنا ما بنقول ما بنحتكر العلم السياسي ولا العلم الدستوري. ديل عندهم راي سنقبل رأيهم بس إيو الحوار. ربنا يسهل إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا للأستاذ كمال عمر عضو آلية إنفاذ مخرجات الحوار الوطني. شكرا للمهندس الطيب مصطفى عضو آلية إنفاذ مخرجات الحوار الوطني. هذه محاولة لقراءة هذا للخطوة اللي بدأت اليوم بتعيين رئيس الوزراء في انتظار بقية الخطوات. يعني فقرة التالية وصل صوتك من خرطوم أبو حمامة سوق البيع المخفض ونشوف معاناة تجار السلع هناك. نعود.